رحتم كاهلين إلى بيت الرب نصر. دي تالت مرة أنت بتظهر لي. هو ده المكان اللي اختاره لك ربنا. صلوا من أجل إنجيل مقدس. أول ما تفتح عينيك ترشم الصليب بتشكر ربنا. الحياة في الدير مدرسة مليانة بالتعاليم المقدسة. الرب راعي فلا عايزني شيء. أبويا شفت عملت إيه؟ صليب جميل قوي يا نوفير. حللني يا أبي، يعني أنا أقدر أعيش زي الآباء السواح. ربنا يا ابني بيدي كل واحد وزنات على قد قدرته. حياة الآباء السواح تايهين بين الجبال براري وشقوق الأرض، ويكون الرب ملجأ للمنسحق. طمنوا يا آباء، أنا باركت خروجه. مجدليك يا رب، مجدليك يا رب. ملجأ في أزمنة الضيق. لما سمعت أبويا السيح هرميوس بيناديني باسمي. اسمك إيه يا أبي؟ نوفي. لقيت روحه المقدسة طلع الفوق. ولأن الشيطان عارف كويس قوي إن السواح دول أجرهم عظيم عند الله، ده أنا اتبهدلت وجسمي ولع نار من الشمس. فاكر إن منظرك ده هتضحك عليا وتفسد رهبنتي؟ أنت انتبهت يا حبيبي، خلاص انتبهت. هدي يا رب أمواج الشر دي يا رب. عايش في حضن أبوه السماوي ما عندوش هم يشيله. إحنا صحيح عايشين هنا في الصحراء، لكن حاسين بكل اللي بيحصل في الكنيسة. في وسط الطوها وأنا جوايا مليون يا رب، يا رب أنا ماليش حد. الآباء السواح حياتهم مليانة أسرار. مهما يطول وحمله تقيل. أنا فرحان قوي يا أبويا نوفير إن عرفت جهادك وسرتك وتعبك. اللي يعيش مع ربنا عمر نفسه ما تضعف. اللي يعيش مع ربنا ويرمي على كتفه الهموم إزاي هيضعف والسماء صدعين.